ضيفنا هذا الأسبوع هو صانع المحتوى والكوميدي رادمو. راك غاية؟ والله لا بيان حبيبي رادمو. أن بيرسوناج سبونطاني أفون يبغي يشوف الناس تضحك. باسكو أنا ملي كنت صغير ما تلاقيتش بنادم يضحكني. سما جيب خير ديسيزيون باش أنا نضحك هذوك البنات. رادمو راح يحكي لنا عن سبب غيابه عن السوشيال ميديا لمدة سنتين والعودة لهذا المجال مؤخرا. I have my private life. خلوها بين قوسين وكاع. وأنا ما بقاش ندير حاجة وأنا زعفان وأنا في كوتي غاف داخل. وانت هضرت واحد العامين وانت زعفان رادمو. قد تقولوا لا عام زعفان وعام نسين ولي فرحان. رادمو راح يحكي عن مداخيل صناع المحتوى وسبب استقرارهم في العاصمة. كونتين كريتور هذاك كل يوم رينو تصبح لي ستوري ستوري صار يجيك حكاية تسمى نخمم كل يوم في استوار يسمعها. كل يوم كيف يخليك تتمتع فاهمني كل يوم يصنع لك فيديو. كاين الناس تحوس على لي شيف كاين الناس تحوس على ليماج. ما لي بود دو برودكسيون صوالح لي بود دو ماناجمنت صوالحهم هنا في أرجي. رادمو راح يجيب عن كل أسئلتنا بكل جرأة ونتقربوا أكثر منه ومن شخصيته. ترك تطلع هذاك السيد ما راهش باغي يطلع ترك تزيد تطلع غادي يكون يقرجك وكاع خاصك تعاود تولد كاع تحت باش تدخل منك كيما هي. كاين ناس يأثروا بزاف سلبيا فاهم سما يحوس على إيجابية مكاش. كل هذا يأتيكم في الأوقات التالية.